يعني أحد الإخوان يسأل ويقول: هل يمكنني أن أحفظ القرآن الكريم بطريقة سهلة وسريعة؟ بارك الله فيكم. أخ زكريا، يعني أعتقد أنه أفضل طريقة لحفظ القرآن هي قيام الليل. إن أنت كنت ممن يستطيع أو ممن وفقه الله سبحانه وتعالى لقيام الليل، فنحسبك إن شاء الله من المتقين. فهذه الطريقة، واتقوا الله ويعلمكم الله، محاولة حفظ القرآن في جوف الليل هي أفضل الطرق إن شاء الله، وتأتي على أفضل النتائج وأسرع طريقة ممكن أنك أنت تحفظ فيها القرآن. جربها إن شاء الله، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقك فيها إن شاء الله.